سادة المشاهدين عسلمة ومرحبا بكم، هذا موعد إخباري جديد كما تعودتوا عليه على قناة نسمة منذ يوم 14 جانفي يوم الإبيلوغ تاع ثورة الأحرار، نهاية سعيدة. لكن من وقت على مدة ساعة باش نرجعوا على أهم الأحداث باش تكون تطورات والتعليق عليهم، ومعنا اليوم سي مصطفى بن جعفر، مرحبا بك. ذاك سي مصطفى اللي كان وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية لمدة 24 ساعة من يوم 17 جانفي اليوم 18 جانفي، نرجعوا معك بالطبيعة على أسباب استقالة نتاعك، وخاصة الدور اللي باش تلعبه أنت وإلا الحزب في مستقبل القريب إن شاء الله للبلاد. الأيام الأخرى من كل القطاعات، لكن فين الأولويات حسب رأيك؟ كل شيء عنده أهميته بدون شك، لأن فيه تراكم المشاكل على المستوى الاجتماعي، قطاعات عندها مطالب نقابية منذ سنوات ما أمكنش تحقيقها من طرف السلطة القائمة آنذاك، وشيء طبيعي عندما ترجع الحريات باش تعاود تبرز نفس المطالب ربما بأكثر وضوح، لأن المناخ العام تاع البلاد تغير بدون شك. عندما نشوف الحريات الأساسية وقع احترامها، فالتفاوض على المستوى النقابي بين النقابة والأعراف والنقابة والسلطة باش يقع في مناخ متحرر. لكن نعرف العبد كل مناخ طيب، العبد كل تغزو القدام، العبد كل تشوف الدنيا وردية شوية، لكن نعرف اللي باش يمروا فترة صعبة شوية، ولا معناها اللي المطالب الكل ما تنجمش تتحقق معناها دي جوغ لوندما بدون شك. وهذا علاش يلزم التأكيد أكثر من أي وقت مضى على مسألة أنا نعتبرها من الأهمية بمكان، هي الثقة. لأن ما دامت وما تواصلت هذه الأزمة، الثقة بين المجتمع، بين مكونات المجتمع، النقابات، الأحزاب السياسية، وبين السلطة، فإن الوضع سيتواصل في إطار الحدة والتوتر. نرجع على النقطة هذه اللي هي الثقة سي مصطفى، اللي كانت ممكن من لي فاكتور اللي خلاوك تستقيل من الوزارة، من منصب وزير الصحة. شفنا النداءات خاصة من ليزانسونس انترناسيونال، واللي باش ما يقعدش كلام كهو، كما البارح شفنا اليونيون اوروبيان اللي تعاود مرة أخرى تقول تساند تاع مساندتها للشعب التونسي. شنو هي البوختي تاع المساندة هذه حسب رأيك؟ أولا نحب نلاحظ لك وأنك ركزت على قطاع السياحة، هو بالفعل قطاع السياحة ما زال معطل، لكن إلى جانب ذلك قطاعات عديدة تحركت. تقريبا اللي عندي الفكرة اللي عندي هو قرابة 60% من الدورة الاقتصادية رجعت إلى حالة طبيعية، وهنا أحيي رجال الأعمال اللي ساهموا في هالحركة هذه، وكذلك العمال الذين رجعوا إلى العمل يعني بشكل طبيعي. بالنسبة للكلام اللي كنت تقول فيه حول مواقف بعض المؤسسات الدولية ومساندتها إلى الشعب التونسي، هالشيء هذا طبيعي. علاش؟ لأن ثورة تونس، ثورة الكرامة، تميزت بأنها ثورة هادئة، يعني بين فيها الشعب التونسي وشبابه على نضج كبير، بحيث ما فماش شعور سائد في خارج البلاد عند الأطراف اللي مستنسين نتعاونوا معها ونتعاملوا معها على المستوى الاقتصادي المالي التبادل التجاري، عندها شعور وأن فما نوع من الاستقرار اللي ثابت، ويخلي هالمخاوف هذه متاعها لو كان دخلت بعضها ولا تفوضى ربما تولي مخاوف كبيرة، ولو عندهم احترازات بالنسبة للوضع في تونس. التميز متاع هذه الثورة ونضجها خلى الرأي العام الدولي يعتبر أن استقرار تونس غير مهدد، لأن نسمع ساعة ساعة بعض أصوات بالله يردوا بالكم وتوا تدخل بعضها وكذا وبالله يزربونا، دفعا إلى قبول بعض حلول اللي هي ماهيش حلول سليمة. يعني هل هذه فيها نوع من المغالطة كونه نقويه ياسر ونعطيوها أكبر حجم؟ يعني هل فما مخاطر حقيقية؟ لكن إنسان إذا كان يكبر في الحجم تاعها ويبالغ فيها يكون فيه نوع من المغالطة للدفع نحو الحلول، في حين أن الأولوية الأساسية هي القضية السياسية، هي الإحلال الديمقراطية بدل الاستبداد، هي القطع مع مرحلة الاستبداد والدخول معناتها بكل جد وبكل عزم في الاتجاه السليم
البناء بناء تونس الديمقراطية الجديدة. واضح، لكن برشا أصوات زادت تعالى تقول لك أنه السياسة من دون استقرار مالي ولا اقتصادي زاد ما توصلش لبرشا حاجات. طرق التدخل تاعو خاصة قال لك لا سامباتي كي غني، لكن هذا يقعد بوتونسييل، كيفاش نجموا لو كونكريتيز، كيفاش نمروا ونجسدوا السامباتي هذايا في عند المستثمرين الأجانب؟ معقول ياسر كونه مثل هالقضايا هذه ما تتحلش بين عشية وضحاها يعني هكا بعصا سحرية؟ المستثمر الأجنبي وحتى المستثمر الوطني، احنا كنا عشنا في الفترة الأخيرة يعني قبل ما يهرب يعني بن علي، شفنا وأن حتى الاستثمار الوطني رغم التشجيعات الكبيرة اللي كانت تتوفر له تغيير قوانين يعني ساعة ساعة القانون بين شهر وشهر القانون يتغير باش نزيد ونعطي وتسهيلات لرجال الأعمال، رغم ذلك الاستثمار الوطني كان تقريبا مجمد يعني ما كانش يتحرك. الاستثمار الأجنبي كان يجي وقت نسلمه في مكاسبنا نبيعه في شركات ومؤسسات رابحة. هالأسلوب هذا يعني اليوم يزمه يتغير. علاش الوضع كان هك كما تفضل سي طارق تحدث على الموضوع؟ هي قضية مناخ. عندما تغيب الثقة وتغيب الشفافية والعباد جي تتعامل مع بلادي للقوانين متاعها مرتبكة ويعرفوا أن الاستقرار اللي سميته قبيلة هو ما هوش استقرار، لأنه كان استقرار الخوف، كان استقرار القمع الضغط، وفما تلاعب ما فيه شك، يعرفوا اللي هذيك بالحديد والنار شادين البلاد. فما فرق ما بين الصمت والاستقرار. اليوم نحبوا الاستقرار الحقيقي. تحدثنا قبل على المعجزة الاقتصادية، وين المعجزة الاقتصادية؟ اليوم يزمنا ننطلقوا حقيقة في مسار جديد، لكن هالمسار هذا ما نجم ننطلقوا فيه إلا، وسمحني باش نعارضك شوية الرأي المخالف، كونه المسألة اليوم الأولوية ما هيش المسألة الاقتصادية، لأن الأخصائيين الكل يقولوا أولا وأن الاقتصاد والسياسة مرتبطين يعني بعضهم بعض. أولا الحاجة الثانية وقت اللي تبدأ السياسة سليمة والمناخ السياسي والمشاركة المواطنية قبل اكتباب غيتيل ثم بالارتباط المباشر مع الوضع اللي نعيشه فيه، الناس اللي هبطت وضحات وهنية معناتها نترحم على أرواح الشهداء ونعزي عائلاتهم، الناس اللي ضحات وهبطت للشارع التوى ما نعرفوش الأرقام الحقيقية متاع الناس اللي طاحت تحت الرصاص. ونطالبوا للذكرى الوطنية أنه الأسماء والجثث رجعت لعائلاتها ولا لا، فما اللي دفن فما اللي ما تدفنش. هذه كلها قضايا الناس هذوما اللي ضحاوا بشعار واحد احنا رفعناه توا سنوات وسنوات، لكن للأسف كان يقال أن الشعب التونسي خواف وبزناس وخبزيستو. بين الشعب التونسي وأنه عنده برشا صبر، لكن وقت اللي تطفح الكاس يهبط للشارع ويعبر، والمهم كونه عبر بشكل حضاري بشكل ناضج، وأعطى لنا احنا كنخبة سياسية اليوم أعطانا الدرس، لأن المطالب متاعه ولات متقدمة حتى على المطالب متاعنا. لكن حبيت نقول هوني وأن هنالك سبقت تضحيات جسام في العشرين سنة اللي مات تحت التعذيب بالضبط. واللي عدى 10 و15 و20 سنة في السجن، والناس اللي اتقمعت من حرياتها، والناس اللي خرجت من أشغالها ومن العمل متاعها، والناس اللي تكسرت كراهبها، هالناس هذوما الكل ما ننساهمش. واليوم المطلب الأساسي هو إشارة واضحة في أننا هذه صفحة الاستبداد طويت نهائيا، وباش ندخلوا على صفحة جديدة ناصعة بيضاء باش نكتبوا عليها تاريخ تونس الجديد، تاريخ تونس الديمقراطية، تاريخ تونس المواطنة. هذا اللي نتمناه. يذولي صارت حاجة يوم 14 جانفي تخلي إن شاء الله نغزو المستقبل بتفاؤل كبيرة، خاطر الشعب التونسي اللي قلنا قبل خواف وخبزيز كما ناخذ كلمك أنت يا سياسي مصطفى نال أعجاب العالم أجمع وخاصة في المنطقة. السوسي يقول لك نهديو الياسمين للشعب التونسي عندما تتحقق مكاسب الثورة. شنو هما مكاسب الثورة؟ هذا السؤال نطرحوه على سفيان بن فرحات، مرحبا بك اللي التحق بنا تو. أحسن. إذا شنو هما المكاسب تاع الثورة هذه؟ يقول كذا خطوة أولى.
مكاسب الثورة هي السقف العالي اللي حطته الجماهير في الانتفاضة نتاعها وهذه الثورة اللي قامت. الثورة عندها ثلاثة أبعاد أساسية، اللي عندها بعد اقتصادي اجتماعي يهم خاصة فئة من فئات المجتمع التونسي وهم الشباب، عندها بعد جهوي يهم خاصة مناطق اللي هي مهمشة منذ الاستقلال حتى الآن يعني ما كانش ماخذ حظها كما ينبغي، وكذلك مطالب سياسية تهم الفساد وتهم كذلك طريقة الحكم الجوفرنونس. وهذا اللي انتقلت به من اللي كانت قضية الشهيد محمد البوعزيزي انتقلت إلى قضية نجم نقولها ما بين ظفرين الهمامة والفلاشيش وغيره اللي قالوا احنا ناس ما عندناش في تنمية وغيره، ثم انتقلت إلى قضية فساد، وكل مرة كانت تقابلها السلطة البائدة المخلوعة كانت تقابلها بصمة بكماء ما تشوف حتى شيء وحتى بالتهديد والوعيد، ثم انتقلت إلى الفساد، ثم انتقلت إلى المطالبة بأنه رئيس يمشي. وهذه دونك السلطة عندها ثلاثة بعد هذه، ونظن هذاك المكسب التاريخي. اليوم أي إنسان باش يعمل ثم حد أدنى يسمى الفرنساوي البلانشي، معناها حد أدنى ما ينجمش يهبط فيما أقل من هذا. والبارح قال واحد في ريبورتاج معناه قال أي حكومة مش جديدة ما تاخذ هذا بعين الاعتبار. وأنت كنت في كملت في الموفمون هذايا اللي طالب المطالب نتاعك ظهرت لك الحكومة الجديدة حكومة الوحدة الوطنية ما لبتهمش، هذاك علاش تم استقلت؟ والله الأسباب ما نجموش نختصروا في كونه لبات المطالب أو ما لبتهمش. أولا أنا تقول وزير مستقيل، أنا في الحقيقة عمري ولا كنت وزير، يعني ما قدمتش أولا اليمين، ما أديتش اليمين وما تسلمتش المهام تاعي في وزارة الصحة. يعني أنا مشيت انطلاقا، وأنا مشيت باسم التكتل، يعني ماشي قضية شخصية، مشينا في إطار المطلب الأساسي اللي كان وقتها الخروج من الأزمة، وكنا من منطلق المصلحة الوطنية حابين نعاونوا، وكنا مستعدين باش نساهموا في أي ظروف حتى التنازلات، لأن القضايا والمصلحة الحزبية تولي ثانوية في الأوضاع كما هذه. لكن اكتشفت شيئا فشيئا وأن ماناش متفقين على التشخيص، وباش نفسر علاش. التشخيص بالنسبة لنا هو ما كان يقوله أخونا، وأن نحن أمام ثورة حقيقية واضح الاعتبارها وأنها انتفاضة وأنها حدث وأنه ممكن تجاوزها ببعض المسكنات أو ببعض الإجراءات، لأن سبق توعامين التالي الشيء اللي وقع في الحوض المنجمي كيفاش تعاملنا معاه. سمحني نرجع بتولي باش نفسر الحاضر الماضي بتبع، ونجموا نرجعوا حتى ل 87 ولابد أن نرجعوا لها ربما في وسط الحديث. الحوض المنجمي عندما اندلعت الانتفاضة كانت كيفاش تعالجت؟ من الأول بالقمع والتخويف، من بعد كيف شافوا المسألة ما مشاتش مليح كما يقولوا في بلادنا ما كلتش، ولاو عملوا عملية متاع تهدئة، تفاوضوا مع المناضلين اللي نجم تقول أطروا هالانتفاضة هذه ومنعوا هالانتفاضة هذه باش تولي فوضى. بعد لا نظموا الأمور وهدات الأجواء وكذا، لموهم الكلهم وحاكموهم وحطوا منهم في السجن. وإحنا عنا أختنا زكية الضيفاوي اللي دخلت، المرأة الوحيدة وقتها دخلت للسجن والتوى معطلة عن العمل.